عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه اللقطة على الماشي. انظروا قرب لو سمحت، انظروا إلى هذه الأعجوبة، شجرة نخل، ولكن انظروا الثمرة، الثمرة عبارة عن صبار. طبعا هذه عجوبة ومستحيل هذا الأمر، مستحيل هذا الأمر، شوف مستحيل. لماذا؟ لا تتصور إذا أنك زرعت السوء في قلوب العباد أنك تجني غير السوء. عندك بذرة تجني الثمرة التي تتبع البذرة. فهذا لو قلنا أن هذا الصبار اللذيذ أنه ثمرة هذا النخل، طبعا ما تصدق هذا الكلام. كيف تستغرب عندما تزرع في قلوب الناس الإساءة والتقصير والآلام، كيف تستغرب أنك تحصد الإساءة؟ ازرع في قلوب العباد الكلام الطيب والمعاملة الطيبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق على شيء إلا زانه، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.